بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتشرت في الآونة الأخيرة خلال السنتين الماضيتين نظرية تدعى الأرض المسطحة. هذه النظرية أيها الأحبة لاقت رواجا بين من لا يفقهون شيئا في علم الفلك. نحن الآن أيها الأحبة بعد 300 أو 400 سنة من التطور العلمي أصبح لدينا قوانين فيزيائية هي التي تحكم الكون، سخرها الله لتبقي هذا الكون في حالة توازن. الله عز وجل وضع هذه القوانين في الكون ليقول لنا إن كل شيء قائم على قدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بقانون ونظام محسوب. لذلك عندما نريد أن نقتنع بأي نظرية ينبغي أيها الأحبة أن تكون مبنية على قوانين فيزيائية صحيحة. يعني أنا كإنسان مسلم ليس من المعقول أن يأتي إنسان أمريكي مثلا أو غربي ليصدر لي نظرية مثل نظرية التطور أو الأرض المسطحة أو غير ذلك فقط لأنه من دول الغرب، نقتنع بما يقول ونسلم بكلامه من دون دراسة وتبيان. لأن الإسلام أيها الأحبة مبني على البيان. لذلك أنا من خلال سلسلة من اللقاءات أيها الأحبة سوف نتأمل نظرية الأرض المسطحة ونظهر مشاكل هذه النظرية التي لا تقوم أصلا على أي أساس علمي ولا تفسر أي ظاهرة ولا تقدم أي شيء، والذين يتحدثون فيها ليسوا من علماء الفلك. يعني لا نجد شخص متخصص في الفيزياء الفلكية مثلا وصل إلى هذه النظرية أو يروج لها، بل إن كل من يروج لها خارج مجال علم الفلك، هم من يعني ثقافتهم خارج علم الفلك، ليس لديهم معرفة جيدة بالقوانين الكونية التي تحكم الكون. وحتى تكون هذه النظرية قوية ينبغي أن نخترع قوانين جديدة تفسر لنا هذه الأرض التي تسمى الأرض المسطحة. لذلك أنا أحببت من خلال سلسلة، يعني لقاء واحد لا يكفي أيها الأحبة، لأننا سنبدأ معا بدراسة بعض قواعد أو أهم قواعد علم الفلك وأهم القوانين الفيزيائية التي تحكم هذا الكون. وهناك قوانين جيولوجية لابد من معرفتها حتى يصبح لدينا تصور عن هذا الكون. وبالتالي سوف نحتاج إلى عدة حلقات حتى يعني نعطي هذا الموضوع حقه أيها الأحبة. طبعا كلمة الأرض المسطحة أو عبارة الأرض المسطحة هي غير دقيقة من الناحية اللغوية أو العلمية، لأننا عندما نقول شيء مسطح هذا الكلام ليس له، لا يعني أنه مستوي. يعني مثلا أنا لدي هذه الشاشة مستوية، هي سطح ولكنه سطح مستوي، هي مسطحة. ولدي هذا مثلا، هذا أيضا له سطح، هو مسطح ولكن سطحه منحني. يعني عندما نريد أن نقول شيء مسطح ينبغي أن نذكر نوع السطح، لأنه في علم الهندسة هناك سطوح منحنية وسطوح مستوية
إذن كلمة مسطحة غير دقيقة. إذا أردنا أن نقول لدينا أرض مستوية ليست كروية، ينبغي أن نقول نظرية الأرض ذات السطح المستوي. هذا من الناحية الهندسية. أما أن نقول أرض مسطحة، هي أرضنا مسطحة، لأنك مهما تمشي على سطحها تبقى ممتدة أمامك حتى تعود من حيث بدأت. لأن يعني كما نرى في هذا الفيديو المصور من الفضاء أيها الأحبة، وهذا فيديو حقيقي طبعا مسرع، هو تم تسريعه لنرى الأرض ونرى ومضات البرق هنا كيف تحدث خلال دوران هذا القمر الصناعي حول الأرض. فهذه الأرض أيها الأحبة، هذه الكرة الأرضية يا أحبتي في الله، هي مسطحة ولكن سطحها كروي. فإذا أردنا أن نقول لدينا أو نفرض أن لدينا أرضا مستوية، ينبغي أن نقول أرض ذات سطح مستوي. طيب، هذه الأرض المستوية التي يعتقد البعض أن أرضنا هي كذلك، هي سطح لنقل مثلا مستوي هكذا، سطح مستوي مثلا يعني. هذا السطح المستوي أيها الأحبة على ماذا يقوم؟ سوف نتناول مشاكل متعلقة بنظرية الأرض المسطحة وهي بالعشرات. المشكلة الأولى، ما هي القوة، قوة الجاذبية التي تبقي هذه الأرض معلقة في الفضاء؟ نحن نعلم أنه في الكون كما قال تبارك وتعالى: وكل في فلك يسبحون. هذه آية قرآنية دقيقة جدا، تقول وكل في فلك يسبحون. كل جسيم أو جسم أو كوكب أو مجرة أو نيزك، كل جسم في الكون له فلك، أي مسار محدد يسبح به. أنت الذي تقول إن الأرض مسطحة على شكل قرص مسطح، أين تسبح؟ ما هو المدار؟ يعني حول ماذا تدور مثلا؟ إذا أردت أن تعتقد أن الأرض مسطحة وثابتة، فأنت تخالف نص القرآن الذي يقول وكل في فلك يسبحون، وسوف تعارض أو تناقض قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الأرض أين تسبح؟ أين المسار أو الفلك الذي تسبح فيه؟ لا يوجد، لأنك بمجرد أن قلت إن أرضنا عبارة عن قرص مستوي، فأنت ألغيت شيء اسمه قانون الجاذبية في الكون. يعني نحن لدينا في الكون، ما الذي أنا يجذبني إلى الأرض الآن؟ لماذا أنا مستقر؟ الله تبارك وتعالى قال في آية عظيمة: والأرض قرارا. يعني الأرض قرارا، قرار نستقر عليها. لماذا الأرض تجذبني؟ لابد أن هناك قوة اسمها قوة الجاذبية. طبعا بغض النظر، هناك نظريات ما هي الجاذبية، هل هي جسيمات صغيرة جدا غير مرئية وكذا وكذا، هناك نظريات كثيرة لا نخوض بها، ولكن أنا الذي أعرفه أن هناك قوة غير مرئية تشدني إلى الأرض. وعندما أخرج إلى الفضاء، نحن نرى بأعيننا رواد الفضاء. يعني أنا لدي هنا فيديو مثلا، يمكن أن أعرض عليكم رواد الفضاء وكيف يسبحون ويتطايرون، وليس هناك أي يعني قوة تجذبهم، فهو حر يعوم أو يسبح.
فلذلك أيها الأحبة، يعني سوف أبحث عن هذا الفيديو الذي يعني يصور لنا رواد الفضاء، وكلكم رأيتم طبعا هذا الأمر، عندما تتوقف جاذبية الأرض أو القوة مجال الجاذبية الأرضية على بعد مثلا 100 كيلومتر وأكثر، فتجد أن هذا الإنسان أصبح حرا، يعني يدور أو يتحرك بحركة يعني حرة في هذا الفضاء. وكمثال على ذلك، عندما تصعد بالمصعد، فعندما تهبط إذا زادت سرعة هبوطك فتشعر وكأنك أصبحت عديم الوزن، يعني أنت عندما تنزل بالمصعد الذي نعرفه من الطابق العاشر إلى الصفر مثلا، فإذا زادت سرعة الهبوط فإنك تشعر وكأنك ستعوم، أو تشعر أن وزنك قد نقص. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنك أنت تحركت بقوة عكس الجاذبية الأرضية، فأصبح هناك نوع من التوازن أو التعادل، تماما مثل عملية السقوط الحر. إنسان من طائرة يهبط في مظلة، يتوازن وزنه مع قوة الجاذبية، فتجده يطفو هكذا ويصبح حر الحركة في الهواء. في الفضاء الخارجي أيها الأحبة، لا يوجد أي جسم يمكن أن يتحرك إلا أن يكون له دليل، يجب أن يكون له شيء يرتبط به. وكل في فلك يسبحون، كل شيء مرتبط بفلك، لا يوجد شيء عشوائي يعني هكذا. فإذا أردنا أن نقول لدينا أرض مسطحة، فينبغي أن نقول أين فلك هذه الأرض، حول ماذا تدور، كيف تسبح في الفضاء. لا تخبرنا شيئا هذه النظرية. الشيء الثاني أيها الأحبة، ما الذي يجذبنا نحن إلى الأرض؟ يعني أنت يجب أن تعترف، إذا كنت تعتقد بنظرية الأرض المسطحة، فينبغي أن تعتقد أن هذه الأرض ينبغي أن يكون لها قوة جاذبية تجذبك إليها. يعني أنت عندما تجلس على الأرض، ما هو الشيء الذي يمنعك من الطيران؟ قوة الجاذبية هذه. وهذه القوة أيها الأحبة يعني هي مناسبة جدا لقوة الجاذبية هذه أيها الأحبة مناسبة جدا لحجم أجسامنا. نحن أوزاننا بين 60-70-100 كيلوغرام أو أكثر أو أقل. قوة الجاذبية هذه ليست شديدة بحيث أنك تلتصق بالأرض، وليست قليلة بحيث أنك تطير، هي محددة بشكل مناسب جدا بالنسبة لراحة الإنسان وراحة البشر. وبالتالي ينبغي على أصحاب نظرية الأرض المسطحة أن يجيبوا عن سؤال، ما الذي يجذب الأشياء إلى الأرض؟ إذا لابد من وجود قوة جاذبية. طيب هذه القوة كيف ستعمل على جذب الشمس مثلا؟ نحن نعلم أن شمسنا أكبر من الأرض بمليون مرة، يعني يمكن أن تضع مليون أرض في هذه الشمس، وأكثر طبعا، 1,300,000، يعني تشكل الشمس بحدود 99% من كتلة المجموعة الشمسية، يعني كواكب المجموعة الشمسية أيها الأحبة. يعني دعوني أتأمل معكم شيئا من هذه كواكب المجموعة الشمسية. هذه الكواكب الحقيقة أيها الأحبة، لو يعني تأملنا مثلا
هذه الكواكب. مثال يعني، انظروا معي هنا، هذه هي الشمس وهذه هي الكواكب. طبعا الكواكب هنا تم تكبيرها. الشمس لو أردنا أن نظهر الأرض بهذا الحجم، الشمس يجب أن تظهر كبيرة جدا، لأنها تمثل أكثر من 99% من حجم أو من كتلة المجموعة الشمسية. كل هذه الكواكب، الأرض والقمر والمريخ والمشتري وعطارد وكذا وكذا كذا، كل هذه الكواكب مع النيازك مع كل الأحزمة الموجودة لا تشكل سوى أقل من 1% من كتلة المجموعة الشمسية. ومعظم كتلة المجموعة الشمسية يعني أكثر من 99% مركزة في الشمس هنا. لذلك قوة الجاذبية لدى الشمس أكبر بكثير من قوة هذه الكواكب مجتمعة من جاذبيتها، لذلك هي التي تجذب. إذن الشمس لديها قوة هائلة تجذب هذه الكواكب وتجعلها تدور حولها تماما. تخيل نفسك أنك تمسك بخيط مثلا وفي نهايته كرة حديدية مثلا، وعندما تحاول أن تلف هذا الخيط هكذا يبقى معلقا ما دمت ممسكا بالخيط، يعني ما دامت قوة الإمساك أعلى من قوة من القوة النابذة لهذه الكرة فإنها تبقى مستقرة في يدك، والذي يربطها هو الخيط. فإذا أرخيت يدك قليلا ما الذي سيحدث؟ ستخف قوة الضغط على هذا الخيط، ستصبح قوة القوة النابذة لهذه الكرة الحديدية أكبر من قوة إمساكك بالخيط، وبالتالي تفلت هي والخيط، تفلت هذه الكرة. إذن هنا الشمس لديها قوة جاذبية أعلى من كل هذه الكواكب، وبالتالي يبقى هذا الكوكب مثل الأرض مثلا في حالة دوران حول الشمس بشكل مستقر، يبقى يدور ملايين السنين ومئات الملايين من السنين بفعل توازن القوى، القوة النابذة مع القوة الجاذبة، يحدث توازن وتبقى في حالة دوران. الآن إذا أردت أن تأتي بنظرية للأرض المسطحة، ينبغي أن تضع أولا تفسير علمي لهذه الظواهر. يعني أنا ناقشت أحد المرات، ناقشت شخص يعتقد بأن الأرض ثابتة أو مسطحة، وقلت له كيف يمكن لهذه النجوم البعيدة لو كانت الأرض ثابتة، كيف يمكن لهذه المجرات والنجوم أن تدور حول الأرض؟ كم يجب أن تكون جاذبية الأرض كبيرة جدا لتمسك بهذه النجوم؟ طبعا هنا لدينا آية عظيمة لا ينبغي أن نمر عليها ولا نذكرها. يقول تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذن الله يمسك، ولله المثل الأعلى، تماما المثال الذي قلته لكم. أنت عندما تمسك بهذا الخيط الذي تلف هذه الكرة به، فما دمت تمسكه بشدة هو ثابت، فالله تعالى يمسك كل أجزاء الكون، ولكن ليس كما نفعل نحن، إنما من خلال القوانين الفيزيائية التي سخرها لهذا الكون. سخر قانون الجاذبية يمسك. انظروا هنا هذا فيديو أعجبني، أحببت أن أستعرضه معكم أيها الأحبة. طبعا هو لم يجيب، قال لي ليس لنا علاقة بالمجرات والنجوم وهذا كله كذب ووكالة ناسا تكذب. أنا معكم
في الأبحاث الغربية هناك الكثير من الدجل والكذب، وبخاصة في نظرية التطور وبعض أبحاث الفلك التي لم تثبت علميا. أنا معك في هذا، ولكن أيها الأحبة، لدينا نحن قوانين فيزيائية لا يمكن أن نجحدها، يعني 1+1 لا يمكن أن يساوي 3. يعني هناك قوانين أيها الأحبة ينبغي أن نعترف بها. فدائما أصحاب نظرية الأرض المسطحة عندما تسألهم سؤال علمي يقول لك وكالة ناسا تكذب. طيب ما علاقة وكالة ناسا بالحقيقة العلمية أو بالقوانين العلمية؟ أنا أريد تفسير لهذه الأرض، كيف تستقر؟ من الذي يمسك بها؟ ما هو المسار الذي تدور؟ حول ماذا تدور؟ إذا قلت إنها ثابتة هكذا ونحن نرى النجوم تتحرك، ما الذي يجعل النجم أو الشمس من الشرق إلى الغرب هكذا نراها؟ ما الذي يجعلها تتحرك هذه الحركة؟ هل هي معلقة هكذا في الفضاء؟ ما هو تفسيرك العلمي لحركة الشمس؟ لنفرض أن الأرض ثابتة والشمس تتحرك، ما هو التفسير العلمي؟ لا يوجد تفسير، يقول لك اصعد بالطائرة وانظر إلى كذا، ويأخذك في مجالات ليس لها علاقة بموضوع السؤال. إذن أيها الأحبة، هذه النظرية، نظرية الأرض المسطحة، تحوي عشرات المشاكل. المشكلة الأولى أنها تناقض قانون الجاذبية الكونية. قانون الجاذبية الكونية أيها الأحبة ما هو؟ يقول لك هذا القانون، لنفرض أن الأرض لها كتلة معينة، وزن معين، وأنا كإنسان أعيش عليها لدي وزن معين. قوة جاذبية الأرض بالنسبة لي أنا تساوي وزني أو كتلتي مضروبا في كتلة الأرض، كوكب الأرض، مقسوما على مربع المسافة بينهما، وكلما كان الجسمين أقرب تكون القوة أعلى، وأعلى ما يمكن عندما يلتصقان. مضروبا في ثابت اسمه ثابت الجاذبية. إذا نحن عندما ننظر إلى، يعني دعوني أنظر معكم هنا، الشمس. هذه الشمس أيها الأحبة تجذب كوكب الأرض هنا. قوة الجاذبية بينهما تساوي كتلة الشمس، يعني وزن الشمس بالكيلوغرام، مضروبا في كتلة الأرض بالكيلوغرام، مقسوما على مربع المسافة بينهما على 150 مليون كيلومتر مربع، مضروبا في ثابت الجاذبية، يعطينا قوة الجاذبية المتشكلة بين الأرض وبين الشمس. قوة الجاذبية بين أي كوكب من هذه الكواكب نفس القانون نطبقه، ويعطينا أرقام صحيحة، ويعطينا مسارات صحيحة كالتي نراها. فعندما تفكر بشكل علمي ومنطقي تصل إلى نتائج مترابطة ومنطقية. أما أن تقول إن الشمس معلقة هكذا، طيب الطاقة التي تبثها الشمس، هل تعلم أن الشمس تبث ملايين الأطنان من الطاقة في كل ثانية؟ ملايين كثيرة، تحرق كميات هائلة، وعلى الرغم من ذلك عمر الشمس 5 مليارات سنة تقريبا، لا زالت الآن في مرحلة الشباب. الله تعالى يقول وجعلنا سراجا وهاجا. هذه الشمس كيف تبث لنا الضوء والحرارة؟ كمية الحرارة والضوء القادمة إلى الأرض، كم يجب على الشمس أن تحرق في كل ثانية من كتلتها حتى يصلنا هذه الكمية من الضوء والحرارة؟ لابد أن تحرق الكثير، ملايين الأطنان. فإذا حسبنا كتلة الشمس سنجد أرقام هائلة جدا أيها الأحبة، أكبر من الأرض بأكثر من 300 ضعف. كتلة الشمس أكبر من كتلة الأرض بأكثر من 300 ضعف، 300 ألف.
يعني هذه الشمس أيها الأحبة عندما نتخيلها على أنها جسم صغير يلف هكذا حول أرض مسطحة، هذه الأرض مسطحة وهذه الشمس تلف هكذا، طيب ما الذي يجعلها تلف هكذا؟ لماذا لا تلف هكذا؟ لماذا لا تذهب هنا أو هناك؟ لماذا لا تفلت؟ أعطوني القوانين التي تحكم نظرية الأرض مسطحة وليس مجرد كلام. تقول اصعد بالطائرة وانظر إلى الشمس تراها كذا، ثم انظر إلى كذا ترى، هذا كل كلام آخر له تفسير. نريد القوانين الفيزيائية أو الفلكية التي تحكم حركة هذه الشمس وحركة الأرض وحركة الكواكب والنجوم. طيب أنا لدي نجم يبعد، أقرب نجم لدي هو الشمس طبعا، ولكن أقرب نجم من النجوم يبعد بحدود 4.3 سنة ضوئية، والسنة الضوئية تساوي 10 مليون مليون كيلومتر مربع. يعني أنا عندي 43 مليون مليون كيلومتر مربع، تخيلوا هذه المسافة الهائلة لأقرب نجم هذا طبعا، ما بالك بالنجوم التي تبعد مليارات السنوات الضوئية، كم كون هائل سبحان الله، يعني خارج حدود العقل. هذا النجم الذي يبعد بحدود 43 مليون مليون أو 43 تريليون كيلومتر، هذا النجم أيها الأحبة ما هي القوة التي تجذبه إلى الأرض وتجعله يدور حولها؟ إذا قمنا بعملية حسابية سوف نجد أننا نحتاج إلى كتلة الأرض والشمس والمجموعة الشمسية ملايين المرات لتتمكن من جذب هذا، وطبعا هذا غير منطقي. يعني هل الأرض ستجعل المجرات تدور حولها؟ مثلا نحن نرى بأعيننا النجوم تتحرك حول الأرض، فأيهما أفضل؟ أن نفسر أننا نحن الثابتون على الأرض وكل هذا الكون بمليارات النجوم التي فيه ومليارات المجرات كلها تتحرك هكذا من دون أي سبب، أم أن علم الفلك أو الفيزياء الفلكية الذي وضع منطقا علميا هو قانون التجاذب الكوني الذي يجعل هذا الكون متوازن؟ أيها الأحبة، نظرية الأرض المسطحة يا أحبتي تناقض القرآن تماما. القرآن عندما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، لم يقل إلى الأرض كيف جعلت مستوية، لا، سطحت لها سطح. هذا السطح أنت مهما سرت ومهما مشيت فيه ومهما سافرت تجده ممهدا أمامك وممتدا أمامك لا يكاد ينتهي، هذا معنى سطحت. ولو أن القرآن قال إن الأرض مستوية لكان هنا خطأ علمي أيها الأحبة. نحن لدينا كما قلنا السطوح لها أنواع في علم الهندسة، سطح مستوي وسطح منحني وسطح متعرج، والمكعب مثلا له 6 أسطح، يعني الكرة لها سطح كروي وهكذا. إذن كلمة سطحت لا تعني مستوي، تعني أنها ممهدة ومسطحة أمامك. وهذه الميزة غير موجودة في القمر، القمر ليس مسطحا. لماذا؟ لأنك عندما تقف على سطح القمر ترى بسبب عدم وجود غلاف جوي وسبب قطره الصغير، يعني أصغر من الأرض بكثير بحدود 3400 أو 500 كيلومتر قطر القمر، فأنت ترى حواف القمر أمامك وتظن بأنك بعد إذا سرت ستسقط، بينما الأرض أنت مهما نظرت تظن أنها ممتدة والأرض مددناها، أنت تراها ممتدة وتراها مسطحة. فكلمة سطحت ليس لها علاقة بنظرية الأرض المسطحة لا من قريب ولا من بعيد أيها الأحبة.
الآن أيها الأحبة، هذه هي المجموعة الشمسية، وهذا الفيديو أعجبني، أحببت أن أتأمله، أن أتأمله معكم. هنا الشمس في المركز، وهنا الكواكب تدور من حولها إذا نظرنا هكذا من الأعلى. ولكن عندما ننظر من خارج المجرة، هذه هي مجرتنا طبعا، هذه فيها أكثر من 200 مليار نجم، ماذا نرى أيها الأحبة؟ سوف نرى هذه الشمس، تأملوا معي، تتحرك حول مركز المجرة. انظروا، هذه الكواكب، كل كوكب، هذا هو الأرض، كل كوكب له فلك محدد وكلهم في فلك يسبحون. ولكن إذا خرجنا خارج المجرة سوف نرى هذه الشمس، انظروا، تسير وكأنها تقود الكواكب، الكواكب التي تدور حولها. عندما تسير ترسم الكواكب هذه المسارات المعقدة الحلزونية. فالشمس هنا تسير، انظروا معي، دققوا جيدا كيف تسير الشمس، وكيف الكواكب بنفس الوقت تدور حولها وتسير. فأصبح لدينا مثلا الأرض لها حركة تشبه حركة الطائر، يعني حركة الأرض هي دورانية ومستقيمة للأمام، فيتشكل لدينا حركة اهتزازية، حركة حلزونية اهتزازية موجية، يعني ممكن أن نسميها في علم الهندسة. فهذه، انظروا أيها الأحبة، هذه الكواكب بما فيها الأرض ترسم هذه المسارات المعقدة. هذه مسارات أنبأنا عنها القرآن، على فكرة القرآن دقيق جدا أيها الأحبة، لمن يدعي أن القرآن لم يتحدث عن حركة الأرض الحقيقية. الأرض هنا تدور وتسير، تسبح، هي تسبح، فأشبه بحركة الطائر. انظروا، الطائر عندما درس العلماء حركة الطيور تبين لهم أن الطائر يصعد هكذا إلى الأعلى، انظروا باتجاه السهم، ثم ينزل، ثم يصعد، ثم ينزل. هذه حركة الطائر أيها الأحبة، صعودا وهبوطا، تشبه تماما حركة الأرض الحقيقية، فيما لو خرجنا خارج المجرة. يعني أنت إذا خرجت خارج المجرة سوف ترى حركة الأرض هكذا، حركة موجية اهتزازية صعودا وهبوطا وتقلبا. انظروا، الطائر يتقلب هكذا ويصعد ثم يهبط، يصعد ثم يهبط، يصعد ثم يهبط. انظروا معي، هذه هي الحركة الحقيقية للطائر أيها الأحبة. فعندما يقوم الطائر بهذه الحركة يهدف إلى توفير الطاقة. انظروا، هذه الحركة الاهتزازية الموجية توفر الطاقة على الطائر، لذلك نجد بعض الطيور تطير لسنوات لا تتوقف. نفس الشيء الأرض، انظروا معي، الأرض تتحرك حركة دورانية بالإضافة إلى حركة مستقيمة، فيعطيك حركة اهتزازية موجية. انظروا إلى هذا المسار، يشبه مسار حركة الطائر تماما، هذا المسار الذي يرسمه الطائر. انظروا أيها الأحبة، نحن نتحدث حقائق علمية الآن، هذا هو المسار، مسار موجي أو اهتزاز، يشبه موج البحر حتى. وهذا هو المسار الذي تسلكه الشمس مع الكواكب بما فيها الأرض. إذن الأرض لا تسير بحركة مستقيمة، إنما حركة تتقلب، وحركة أشبه بالسباحة صعودا وهبوطا، تسبح، وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، انظروا هذا السباق، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. انظروا هذا التصوير البلاغي والبياني الرائع، تصوير علمي أيها الأحبة. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الحركة عبر المجرة هنا
أنبأنا عنها القرآن عندما قال تعالى عن الأرض: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. إذا ذهبنا إلى معاجم اللغة لنعرف معنى كلمة كفتة، سوف نجد أن كلمة كفتة تستخدم أساسا مع الطيور. ففي معاجم اللغة ليقرب لنا المعنى ماذا يقول علماء اللغة؟ يقول العرب تقول كفت الطائر، أي أسرع وتقلب في طيرانه، كما رأينا الآن. كفاتة هي الحركة التقلبية الاهتزازية الموجية، تشبه موج البحر، تدعى الكفات. كفت الطائر أي أسرع وتقلب في طيرانه. بالفعل نحن نرى هنا هذه الحركة التقلبية الموجية تماما كما وصفها الله عندما قال: وكل في فلك يسبحون. كل في فلك يسبحون. وتماما كما قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، أي مسرعة في طيرانها وتتقلب. على الرغم من أنك أيها الإنسان ستموت وستخضع لهذا القانون، ستبقى ضمن هذه الأرض سواء وأنت حي أو وأنت ميت. إذن أيها الأحبة، هذه التفاصيل التي نراها أمامنا منطقية وتتفق مع القرآن الكريم. طيب ما الذي يدعونا أن نقول إن الأرض ثابتة مثلا، مع العلم أن القرآن قال وكل في فلك يسبحون؟ لا نستطيع أن نستثني مثلا، يعني هناك من الباحثين من قال هذا خاص بالشمس والقمر فقط، وكل في فلك يسبحون. طيب ماذا عن كوكب عطارد؟ ألا يسبح في مسار محدد؟ يسبح. حتى الشمس أيها الأحبة تدور حول مركز المجرة. على فكرة هذه الشمس، شمسنا، تدور بشكل أيضا اهتزازي حول مركز المجرة. حتى مجرتنا التي تحوي 200 مليار نجم أيضا تدور وتتحرك حركة اهتزازية، حركة السباحة مثل موج البحر، حول تجمع للمجرات. هناك نقطة تجمع للمجرات تدور حولها مجرتنا. إذن المنهج العلمي يقودنا لأن نقول إن كل شيء يسبح في الكون، والقرآن يقول وكل في فلك يسبحون. وإذا أردنا أن نقول إن الشمس والقمر فقط يسبحان، ماذا عن بقية الكواكب؟ ماذا عن بقية النجوم؟ ماذا عن بقية المجرات؟ طيب ماذا عن الليل والنهار؟ كيف يسبح؟ قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. طيب كيف يسبح الليل حسب نظرية الأرض المسطحة؟ كيف يسبح؟ نحن نستطيع أن نرى سباحة الليل إن شاء الله في لقاء قادم، نجهز فيديو لنرى كيف أن الليل يسبح وكأنه موج بحر. سبحان الله، يعني شيء عجيب أيها الأحبة، دقة مذهلة في هذا القرآن. فإذا يعني قبل أن ننهي هذا اللقاء نلخص السؤال التالي: بالنسبة لهذه الأرض التي تعتقدون أنها ثابتة، أول شيء هذا الكلام يتناقض مع قول الحق عز وجل وكل في فلك يسبحون، ويتناقض مع قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. صحيح هناك مفسرون فسروا الكفاتا بأنها تجذب الناس إليها، ولكن القرآن كما نعلم الكلمة تتضمن عدة معاني. يعني لماذا نحن نعتقد أن كفاتا هي الجذب وليست السرعة والتقلب؟ اثنان صحيح، هي تجذب وبنفس الوقت تتقلب وتسرع. يعني هذا مزيد في الإعجاز أيها الأحبة، هذا مزيد في الإعجاز، أن تجد كلمة واحدة
لها معاني متعددة. وبالتالي السؤال الذي نود أن نطرحه على أصحاب نظرية الأرض المسطحة: ما الذي يجعل هذه الأرض مستقرة وثابتة عبر الكون، مع العلم أننا نرى كل الكون يتحرك، النجوم، المجرات، الكواكب، النيازك، الغبار الكوني يتحرك، الدخان، سحب دخانية تنجرف وتتحرك، لماذا هذه الأرض ثابتة؟ طيب أعطونا تفسير علمي. هذا أولا. ثانيا، هناك بعض من قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذا الكلام أيها الأحبة غير دقيق، طبعا تفسير الآية غير دقيق. التفسير الذي ذهبتم إليه أن الله ألقى فيها رواسي، أي ثبتها فلا تتحرك أبدا، هذا الكلام غير صحيح. لأن الله عز وجل، يعني دعونا نرى فيديو للجبال. هذه الجبال أيها الأحبة، يعني انظروا معي، أنا لدي هنا هذا الجبل له وتد يمتد لأكثر من 100 كيلومتر في الأرض. هذه سلسلة الجبال التي نراها أيها الأحبة، مثل هذا الجبل، هذه القمة، هناك عشرات الكيلومترات جذر عميق يغوص في الأرض. شيء عجيب جدا، كل جبال الدنيا نرى جزءا صغيرا يظهر، 4-5-7-8 كيلومتر مثلا، قمة، أعلى قمة في الهيمالايا قمة إيفرست 8800 مترا تقريبا، وشيء قليل. حتى الجبال الجليدية، انظروا الجبل الجليدي أيها الأحبة، معظمه، تأملوا معي، طبعا هذه صورة 3D ليست صورة حقيقية لكي يعني نكون نفهم الموضوع. هذا هنا يظهر من الجبل الجليدي بهذا المقدار، ولكن أنا لدي مثلا، انظروا، 1-2-3-4-5-6-7 7 أو 8 أضعاف يغوص عميقا، أحيانا يمكن أن يصل إلى 10 أضعاف الجزء البارز، يجب أن يغوص مثل الوتد. لذلك الجبل هو وتد حقيقي تماما، مثل له جذر عميق يغوص في الأرض. حتى الجبال الجليدية لها هذا الجذر أيها الأحبة العميق. وبالتالي الله تعالى عندما قال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، ما معنى هذا الكلام؟ نحن أرضنا تقبع على طبقات منصهرة وتحتاج إلى مثبتات، يعني هذا الجبل أيها الأحبة، انظروا، هذه أيضا صور 3D كلها لعملية نشوء الجبال وانتصابها. الله تعالى قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه السلاسل الجبلية هنا، هذه السلسلة الجبلية أيها الأحبة، تغوص عشرات الكيلومترات في الأرض، فهي تثبت ألواح الأرض، القشرة الرقيقة جدا. قطر الأرض أيها الأحبة بحدود 13,000 كيلومتر، إلا 200-300 كيلو حسب الفرق بين خط الاستواء والقطبين. عند خط الاستواء يكون القطر أكبر، عند القطبين يكون أقل، الفرق بحدود 200-300 كيلومتر يعني، أو أقل أو أكثر يعني. العبرة أن لدينا بحدود 13,000 إلا قليلا، أو 12,750 كيلومتر قطر الأرض، ولكن لدينا القشرة الأرضية التي تقع عليها هذه الجبال، القشرة هذه بحدود 100 كيلومتر فقط، يعني 100 كيلو على 13,000 كيلو، يعني تشبه قشرة الثمرة، قشرة التفاحة، لو أردنا أن نشبه يعني. فهذه القشرة الرقيقة التي هي القشرة الأرضية، تحتها يوجد طبقات منصهرة. وأنا لدي هنا يعني فيديو يمكن أن نراه معا،
لهذه الصدوع الأرضية، سبحان الله، يعني شيء محير. طبعا هذه كرتنا الأرضية أيها الأحبة هنا، وهذه الألواح، انظروا، هذا لوح وهذا لوح، هذا لوح، هذا لوح، هذا لوح أرضي مقسمة إلى بحدود 12 لوحا، 12 لوحا. إذا عملنا مقطع أرضي في الأرض سوف نرى أن هنا القشرة الأرضية وتحتها طبقات ملتهبة. انظروا أيها الأحبة، هذه كلها عبارة عن قشرة أرضية، قشرة أرضية رقيقة، وفوقها بالأزرق هذا هو الغلاف الجوي. فأنت لا ترى ما يوجد تحت الأرض، الطبقات الموجودة تحت الأرض هي طبقات ملتهبة. من رحمة الله أننا لا نراها، نرى هذه المناظر البديعة. انظروا، هذه القارات عبر ملايين السنين كيف تلتحم وتتشكل، وتتشكل هنا بينها، بين الألواح الأرضية تتشكل هذه السلاسل الجبلية. السلاسل الجبلية تشكلت هذه نتيجة التحام هذه الألواح. انظروا، هذه الألواح هنا عندما تلتحم هكذا تتشكل هذه السلاسل الجبلية مثل سلسلة جبال الهيمالايا. طبعا أيها الأحبة، الجبال بسبب، يعني إذا توقفنا قليلا، هذا الجبل بسبب الوتد هنا نرى أنه عميق. انظروا، هنا رقيق، هنا قشرة رقيقة تتسرب منها الحمم المنصهرة، وبخاصة في أعماق البحار، بينما المنطقة الجبلية هناك أو هنا نرى أنها عميقة. فهذا الجبل يثبت هذه القشرة الرقيقة، يثبتها لكي لا تضطرب وتهتز. هذه الآية التي يقول فيها الله عز وجل وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون، هذه الآية ليس لها علاقة بحركة الأرض أنها تدور أو لا تدور أو تسبح أو لا تسبح. هذه آية تتحدث عن مهمة الجبال في تثبيت القشرة الأرضية. هذه كلها قشرة أرضية، وهذه طبقة ملتهبة هنا. لولا هذه الجبال لاختلطت هذه الألواح الأرضية واضطربت، وأصبح لدينا خسف في مناطق عديدة جدا. ما الذي يربط هذه الألواح؟ هي الجبال، تثبت، تمسك هذه الألواح الأرضية، تمسك القشرة الأرضية فلا تجعلها. انظروا هنا، هذه القارة الهندية عندما تتحرك هنا لتشكل سلسلة جبال الهيمالايا. إذن أيها الأحبة، نحن عندما نقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني الله تعالى يتحدث هنا عن تثبيت القشرة الأرضية بالجبال، فهي تعمل مثل الرواسي بالنسبة للسفينة، لها ثقل، لها جذور عميقة، أوتاد، والجبال أوتادا. وبالتالي ليس لها علاقة لا بالأرض المسطحة ولا بشكل الأرض ولا بحركة الأرض، فهذا ليس دليلا على أن الأرض ثابتة. إذن أيها الأحبة، قبل أن نختم نقول إن هذه الأرض المسطحة التي يعتقد البعض أنها صحيحة، نقول له ما هي القوانين الفيزيائية التي تحكم ثبات هذه الأرض؟ لماذا كل شيء يتحرك إلى الأرض ثابتة؟ أعطونا قوانين فيزيائية منطقية نستطيع أن نصدق بها. في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نأتي بمشاكل جديدة لهذه النظرية، بحيث أننا عبر عدة لقاءات بإذنه تعالى نزيل هذه الغشاوة التي على أعين البعض. وفي اللقاء القادم سوف نلجأ إلى شرح بعض مبادئ الفيزياء الفلكية، فقط لأن المسلم أيها الأحبة، الإسلام ليس مجرد عبادات وصلاة وزكاة وأخلاق، لا، الإسلام دين علم يا أحبتي، الإسلام دين علم.
آيات التي تتحدث عن الكون والفضاء والأرض والجيولوجيا والبحار وكذا أكثر من 1000 آية في القرآن، سدس القرآن علم، آيات علمية. فينبغي أيها المؤمن أن يكون لديك ثقافة في علم الفلك وثقافة في الجيولوجيا، وهذه ميزة الإعجاز العلمي أنه يدخلك في كل العلوم. يعني جمال الإعجاز العلمي أنك تجد مثلا الطبيب متخصص في الطب فقط، يعني اتجاه الطب، المهندس في موضوع الهندسة والتصميم والبناء وغير ذلك، الجيولوجيا فقط في الأرض، المتخصص في اللغة فقط في البلاغة والبيان والقواعد وكذا. الإعجاز العلمي له ميزة لذيذة جدا، جميلة جدا، تتذوق منها حلاوة الإيمان، أنه يدخلك في كل العلوم، من الطب إلى الجيولوجيا إلى الأحياء إلى علم الطيور، علم الفلك، علم الأرصاد، الجيولوجيا، علم النفس، علم ما وراء الطبيعة، يدخلك في كل شيء. هذه جمالية الإعجاز العلمي أيها الأحبة. لا نملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعل فيها الخير والنفع لكل من يشاهدنا، وأن نبني إيماننا على العلم أيها الأحبة، لأننا في هذا العصر وهذه الظروف وهذه الاضطرابات التي تعصف بالعالم كله اليوم، أن نلجأ إلى لغة العلم لكي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.